لو انت بقى مستواك متوسط او متقدم وخلاص هتقفل الفيديو وفاكر انك مش هتستفيد والفيديو ده للمبتدئين بس، خليني اقولك ان انا في كل نقطة هحاول اوفر بدايل وكلمات جديدة محدش بيستخدمها كتير، واكيد انت هتستفيد وانت بتعرف نفسك بالانجليش بطريقة اكثر احترافية. معانا النهاردة حلقة مهمة جدا في سلسلة المواقف اليومية، وهو موقف محرج ممكن تتحط فيه في اي وقت، وهو ازاي انك تعرف نفسك بطريقة كويسة بالانجليش، سواء وانت بتاخد كورس انجليزي او في مقابلة عمل او بتتعرف على اجانب ما بيتكلموش عربي وعاوز تتواصل معاهم بالانجليزية. يلا بينا نبتدي مع بعض ونعرف اهم النقط اللي انت محتاجها عشان تعرف نفسك بالانجليش. في كل نقطة هنتعلم ازاي تسأل وازاي تجاوب عشان تعرف تسمع السؤال كويس وكمان تعرف تجاوب عليه. طب خليني اقول لك الاول، لما حد بيقول لك عرف نفسك بالانجلش بيقول ايه باكتر من طريقه. اول طريقه معانا introduce yourself. ممكن كمان يقول لك tell us about yourself. ممكن كمان يقول لك describe yourself in a few words، يعني اوصف نفسك في كلمات قليله. describe yourself in a few words. اول نقطة معانا بقى ان انت لازم اول حاجة طبعا بتقول اسمك، فممكن تقول I'm Ahmed، يعني مثلا اسمي احمد، او my name is Ahmed. ممكن كمان تبقى محدد اكتر وتقول my first name، يعني اسمي الاول is Ahmed، and my last name اسمي الاخير is عيد، او my family name is عيد، يبقى last name زي family name. ممكن تقول اسمك زي ما انا قلت لك كده بس تزود حتة بقى عشان تبان ان انت واد محترف و professional كده، يعني ممكن تقول له my name is Ahmed but they call me، الناس بتناديني مثلا حمادة، they call me. او ممكن تقول I go by حمادة، يعني انا بيتقال علي حمادة، I go by حمادة. او ممكن تقول له you can call me حمادة، ممكن تقول عليا حمادة. تاني حاجة عمرك، ولما حد بيسألك عن عمرك بالانجلش بيقولك How old are you؟ والإجابة بتقوله I'm يعني أنا، وتحط العمر I'm 34، أنا 34. ممكن تقول years old لو عاوز I'm 34، أو I'm 34 years old. خد بالك ان احنا احيانا بنغلط خطأ شائع كده وبنقول I have 34، يعني انا عندي، have يعني عندي او املك شيء، لكن مش مع الاعمار. واتفرج على الفيديو بتاعي اللي اتكلمت فيه عن فعل have. تالت حاجة معانا your country او your origin، يعني انت منين او دولتك ايه او اصلك منين. وطبعا كلنا عارفين السؤال ده سهل جدا، وهو ايه where are you from. ممكن تقول بالانجلش my country is Egypt، دولتي مصر، او I'm originally from Egypt، يعني انا اصلا او اصلي من مصر. ممكن كمان تقول my homeland، يعني دولتي الام، my homeland is Egypt. انا بحاول اديك بكذا طريقة مختلفة عشان تبان ان انت قوي وانت بتعرف نفسك. رابع حاجة معانا الادرس او العنوان، وممكن واحد يروح جاي يقول انا مش فاهم ازاي الادرس مختلف عن الدولة. ما انت ممكن تبقى بتعمل مقابلة في الامارات، بتعمل مقابلة في المانيا، وانت اصلا مصري سوداني جزائري، مش شرط. فدي حاجة ودي حاجة. ادرس يعني العنوان او انت مقيم فين، والسؤال بيبقى where do you live، انت عايش فين، او what's your address، ايه عنوانك. والاجابة انك بتقول انا اعيش في I live in، وتقول بقى المكان اللي انت عايش فيه I live in. او هقولها لك بطريقة تانية عشان خاطر تبان برضو انك قوي، بحاول اديك بدايل كتير، الفيديو ده مش بس للمبتدئين. فممكن تقول I reside in، او I'm based in. دي كلها بدائل لليف وتبان قوي وانت بتتكلم. خامس حاجة معانا النهاردة وهي الإيدوكيشن، عاوز تتكلم عن التعليم بتاعك، والسؤال بيبقى بمنتهى البساطة What's your educational background؟ ايه الخلفية التعليمية بتاعتك؟ لو انت اتخرجت او خلصت كلية هتقول بالانجلش I'm graduated from
I'm graduated. وخد بالك الدي مع اليو ج ج. I'm graduated from. وتقول مثلا الكلية بتاعتك the faculty of كذا. I'm graduated from the faculty. وما تقولش faculty أو facu عشان كده أنت بتشتمني أو بتشتم اللي قصادك. هي faculty. I'm graduated from the faculty of. وتقول بقى إيه اسم الكلية. ممكن تقول كمان أنا تخصصي my major is. وتقول الكلية بتاعتك أو التخصص. يعني مثلا لو تخصصك هندسة my major is engineering. تخصصي محاسبة my major is accounting. وهكذا my major is. ممكن كمان تقول I completed أو I finished. يعني أنا خلصت. مثلا عاوز تقول خلصت ماجستير I completed masters. وتحديدا النقطة دي فيها حاجات كتير جدا وممكن تتقال بطرق كتير قوي بس أنا اديتك أشهرهم. سادس نقطة معانا ممكن تستخدمها عشان تعرف بيها نفسك إنك تتكلم عن الوظيفة بتاعتك طبعا. والسؤال اللي ممكن يسألك هو What do you do? What do you do? يعني أنت بتعمل إيه? What do you do? هو السؤال أصله What do you do for a living? بتعمل إيه عشان أكل العيش. بس دلوقتي بقينا بنختصره وبنقول What do you do? أو What's your job? What's your job? أو What's your occupation? What's your occupation? إيه هي وظيفتك؟ ممكن ترد على السؤال ده بكذا طريقة. ممكن تقول I'm أنا وتقول لي اسم الوظيفة. لو أنت مثلا مدرس تقول لي I'm a teacher. I'm a teacher. وممكن تقول لي مثلا I work in teaching. يعني I work in وبعدين المجال اللي انت شغال فيه. I work in teaching. ممكن كمان تقول لي I work as. انا بعمل ك. I work as a teacher. I work as a teacher. ففي كذا طريقة. سابع حاجة معانا وهي الفاميلي. والسؤال ممكن يسألك Tell me about your family. كلمني عن عيلتك. عاوز يعرف منك بقى عدد اخواتك او لو عندك اخوات بنات او ولاد لو انت متجوز او لا. والموضوع ببساطة انك هتجاوب وتقول My family عيلتي has 9 members. عيلتي فيها مثلا 9 افراد. عيلة كبيرة وسعيدة يعني. اوكي وتعد نفسك My family has 9 members. ممكن تقول له مثلا عاوزك تقول انا عندي اخوات على طول. فممكن تقول I have 3 siblings. يعني انا عندي 3 اشقاء. siblings اللي هو اخوات brothers and sisters. اخوات ولاد واخوات بنات. I have 3 siblings. وتقول مثلا 2 brothers and 1 sister. خد بالك الخطأ الشائع ان انت دايما وفي ناس مش دايما يعني بس في ناس بتقول I have father and mother ومش عارف ايه انا عندي اب وام. طب ما انت اكيد عندك اب وام. امال جيت الدنيا ازاي؟ فانت مالكش دعوه ببابا وماما على راسنا من فوق. انت بتدي على طول بالاخوات. يعني لما تيجي تعرف نفسك I have 3 siblings 2 brothers and 1 sister. لو انت وحيد هتقول I'm the only child. I'm the only child. ولو انت مثلا بقى متجوز هتقول I'm married. لو انت single هتقول I'm single. وهكذا. عاوز تعرف الكلام ده كله اتفرج على الفيديو بتاعي تاني اللي اتكلمت فيه عن الفاميلي. هتلاقي تفاصيل كتير جدا عشان لوقت الفيديو مش عارف اذكرها كلها في النقطة دي. اخر نقطة معانا النهاردة هي الانترست والهوبيز. يعني الاهتمامات بتاعتك وهواياتك. والسؤال ممكن يتسألك What do you do for fun? بتعمل ايه عشان المتعة? What do you do for fun? او What do you do in your free time? بتعمل ايه في وقت فراغك? What do you do in your free time? وممكن تجاوب وتقول I love انا بحب او I like وتجيب الحاجة بقى اللي انت بتحبها. I love watching soccer matches. بحب اتفرج على ماتشات الكورة. I like playing piano. انا بحب العب بيانو. بس لان love و like بتتقال كتير وانا وعدتك ان الفيديو ده مش بس للمبتدئين خليني اقولك انك ممكن تقول بدائل تانية غير love و like. زي ممكن تقول I'm into يعني انا بحب حاجة جدا. I'm into drama انا بحب الدراما. I'm into acting انا بحب التمثيل. ممكن تقول كمان I'm interested in انا مهتم بي وتقول الحاجة اللي انت مهتم بيها. وفي بدائل كتير جدا. اتمنى اكون ساعدتك ولو بشوية قليلين قد كده انك تعرف نفسك بطريقة احسن بالانجليش. دلوقتي دورك هات واحد صاحبك بيحاول يتعلم معاك لغة وابتدوا اسألوا بعض وجاوبوا بعض وصححوا لبعض الاسئلة اللي حصلت في الفيديو. لان اهم حاجة
الممارسة. ده دورك. Okay. Thanks a lot and wish you all the best.